الأمريكان يبون يستحوذون على النفط، الإنجليز ماسكين النفط من زمان قبلهم من الثلاثينيات. فالصراع الأنجلو أمريكي يتم من خلال هالشركتين، هما اللي بالواجهة، هما اللي بالواجهة بس محرجين. فقاموا يسوون، قاموا يقولون أكو مشكلة حدودية بين أبو ظبي وعمان والمملكة العربية السعودية حول البريمي. هو صراع بين الشركتين، الاي بي سي تبي تاخذ النفط هذا اللي في البريمي، وأرامكو تبي تاخذ النفط هذا اللي بالبريمي. لكن ما يقولون صراع أنجلو أمريكي، يقولون لا خلاف بين العرب هذيل على منطقة حدودية اللي هي منطقة نفطية. منطقة نفطية.